بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدين. مجدبت خير خوازانو خوش إيساني برزم خوش كانوا بران همو آني كوا برجداريان كردوا دواي طوابوني أو كل مزمو مباركي كوا بفضي خواي فردقار لتن روجيك دا بيشكش كرا إستاد الزكري بدا بشكردني أو بران آماني كوا برزان برجداريان كردوا بلان بر لوي كوا دس بكين دابش كردني أو برانا منا هر لسرتاوا وكو بركتك بو أو مدسي كوا تيدا دانشتوينا بچن آيتك لقرآن فيروس دس بيدكين استاج برز ومصابريات باب فرمت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه،
لا يخلف الميعاد. جزاك الله خيرا خوي پروردگار هذا الشيء خيري بداتو عزيزان خوشويستانم ديار معلومي برستانا كأكاديمية مشغاري بخصي خوي پروردگار لهمون او چکانی کوردستان و زوربی شوینه کان اکادمیا و پیگو شوینی خو هي و بفضل خوی پرودگار ل شارکان الحمدلله دورات و بردوام طلبه هي و یک لو شوینانی کوا بردوام الحمدلله خدمتی کدو ل نو مزگوتی بهجدا خلی روشتو زانست برس کا دکتور خوی پرودگار پداشتی تا دو بردوام مناصحه و امشگاری و نصیحت کانی الحمدلله همو لایکی آوادان کردو توا و سودو و اجر پاداش تکشی بو دنیا و بو آخرتی و سود کشی براسی گشتی بو بو همو لایک و دایکان من بو خوشکان من بو گنزان بو پیران بو نوجوانان بو همو جیرکان بفضل خوی پروردگار اوش دیار فضل خوی پروردگاره کوا تبر زنم الحمدلله اکادمیا مشگاری لهم شارکان جبه همان شیوا هر یکیانو بقدر حزمی خویان توانی و یعنی خدمتی بکن، آواش فضی خوای پرودگاره. کوانتا لقل آوا دا، ایمان لسرمانه. سفاسی خوای پرودگار بکنین، لسر اوی کوانتا توانین، لکشی چی آواها آرام دا، بتوانین خدمتی چی کمی دینه کی پرودگاریش بید، خدمت بکنین. آواش فضی خوای پرودگاره بسرمانه و، بوی سفاسی خوای پرودگار دکنین، لسر کردنوی آوجور دوراتانه. پسشان، او کشن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمودی. هر کسی سواسی خلق نکه سواسی خلق نکرد لسرچا کو معروف براسی سواسی خوی پرودگاری نکرد و بوی املی رو جاری کدی که سواسی زور برز که دکتر دکین که براسی بر دوام هولو تو آن کانی خوی لخدمت قطابی علم دابو خوی پرودگار پداش خیر بدات و همو ما مصبر زانی برز ما مسخری احمد خوی پرودگار پداش خیر بدات و برز ما مصبر محمد عبدالرحمن خوی پرودگار پداش خیر بدات و همو او برزانی که واها و کربن بتهبتی لم دوردا هر یک ل برزان موسا طاهر موسا صلاح الدین و هروها موسا محمد عبدالرحمن بخمند نوی متن که بجداریان کردو اینجا لسر معنا براسی اوش مال بیر نشد سواسی همو او برزان بکین که واها و کرمان بونه بو اوی که بتوانی دوریش اوها تن شو تن روش بخواردنو جب جکردنی او پیوستیانی كوابو فير خوازانو طالب علم بجنانو ببياوان الحمد لله وكاربون يا ربي خوي پرودگار اجرو پاداشت يان تنقات و تنقات و زيادة ببنوسي براسي اجرو پاداشت يجي قوري كاوانا لخزمت كتاب علم دان خوشوي سانم هر يشو براسي ببيوسي دزانم سفاسي همو كسانب كين كوا لبشت كاميرا كان ستافي كانال وستافي اكاديميا و همو برزانی که بشوی کی گشتی خولکان بشوازی کی زور سرکوتو برای کردو خوای پرودگار پداشتی هم داتو ولگل اوجدا بیر من نسید زور سواسی اوی برای زکین که لدور و نزیک لو پری شرق و غرب و الحمدلله لکردستانی خو من بشدار بو هی اوش فضلی خوای پروردگار که لهر دو جیل که لجنان و لپیاوان لخوشکان و لبرایان الحمدلله زور بجوش و خروش و توانیم یعنی بجداریک بکن که براسی جگه دل خوشیه براسی لسردم اگده که بوشی وازیه فتنه آوها بر بلاوه بلام الحمدلله امیدی خیر دکرید بوی که آدبینین ما مستایانک کتابیانک گنزانک بو پری جوش و خروش و بجداریان کدو براسی سواسی هر یکتان دکین که لدور و نزیک و هاتون و بجداریتان کدو خوای پرودگار پداشتی خیرتان داتو ایساش برس ما مساخلیل احمد باب فرمید بو پیشکش کردنی کلمه کی برز ممصيان سر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيشوي من وتكم بيشكش كم بناوي خوم وبناوي همو أقتاب يعني كبجداريان كدوا داول ما وصل برزكين. إجازي تايبت با أم كتابة الأدب المفرد صحيح الأدب المفرد وأصل كشي ببخشيت با إيم وباقي قتابيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سباز بخواي فردقار براكانم إجازي حديثي لشيخ مقبل بن هادي الوادعي ورم قرتوه واروها للشيخ
حمدي بن عبد المجيد السلفي ولدو عالمي تريج لعلماء حديث إجازي كامل بفضل خوي بردقار لم كتابي كخوين من كأدب المفردة أولا منوة عبد اللطيف إجازة بيدان إن شاء الله كإجازي شي خاص ل صحيح الأدب المفرد أصل كشي كل خزمة أصل كشي دابين إن شاء الله تعالى لم رو بدواته مجازي لم نو كم نجي إجازم لمشايخي خمر قرتوا لكتب حديث بصورة عامة بو أي وجلو كتابة بصورة خاصة خوي قول بكاتا معي بركة ورحمة بوتان بو دنيا بو قيامت أم سلسلة إيش سلسلة سنة تشتيتي مباركة لنا ومن داب منه والحمد لله أي وش أهلو شياون بو أم إجازية چونك لبداية وتانهاية همو من لخزمتي خواندني كتابة كدابوين ونبي بسطحي براي من كربه بيروستان بي وخواهي قول ربي كاتمائي خير ولي من قبولك والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير برابر زكانم كتابي الأدب المفرد يكيك لكتابة كاني إمامي بخاري رحمه الله ناوناني كتابة كبا الأدب المفرد زانايان دو مانايان لك داوة وبوي الأدب المفرد واتا جعل لكل أدب بابا مفردا ويك كتلة معنا كان يشي أويك جعل كتابا مفردا في الأدب يعني دو معنا هر باب يشي بو أدبي كتاب الدانا أميك كتلة معنا كان لكتابي صحيح بخاري دا إمام بخاري باب كدانا وباب رقاق لباب زهد أدب أخلاق وشتانا بلام لدروي صحيح بخاري كتابي شتايبت كدو باباسي الأدب بوي ناون راوة الأدب المفرد أم كتابا 1322 حديثي تيايا 1322 أوات باسي أدب المفرد كم نك صحيح الأدب المفرد أصلي كتابا 1344 بابا أم حديثانا حديثي واي تيايا لصحيح دا نية أكرا لصحيح شبيت بويا أم كتابة كتابي شي قرنقة لسمروية كوا كتابي صحيحي تايا يعني حديثي صحيحي تايا لصحيح بخاري دانية وصحيح الشاب لا إمام بخاري بوشي أم كتابي دانا ودبينين إمام بخاري وحديثي ضعيف شي تايا وكل شيخ ألباني صحيحي دانا وضعيف شي دانا تنك إمام بخاري تنها لصحيحي بخاري دا شرط الصحيحة شرط الصحة واللقاء أو شتاني كهيتي لبدينا وأجينا أكري لا أدب المفرد حديثها بيت حديث ضعيف كابو أما عندك يعني وردكاري لا أو شتاني كلا أدب المفرد هاتون بتايبت مسألة مجالس حديثي شوا إما أما مجالساني كدا أندري مجالس إملاء حديث يا مجالس أما مجالس أني كذا في داعن رياض مجالس حديث كان شتيك يتيا قرنقا أما نصيحته بطلبي علم همو يشغل إيه وبجداري هدرسيك علمي آواتاً كيد بان نسخيك تنهبي أو نسخي خاصي خو تنهبي هتامر ده كأورش بيدك وتريد ضبط الكتاب ضبط الكتاب وناكري طلبيك مشاركي درسي شي علمي أو هبكا كتابي خاصي خو نبي وهي شتيك لا سر كتابكي ننسر نصيحتي كتير موية كهر دورية كدائية لم بابتانا وبتايبت للان ما وصلاني برزوا ولان بتايبت للان ما وصلاني برزوا يعني جاري كتير هر دورية كدائية باواني كل درسة كان بجداريان كدوا بجداري كانوا چونك لماوي مدة چند صالي كابوي زورترين كتاب وباشترين كتاب بخوين ري ولواني كساني طعن بدن بلين أمش مجالسانا تعليقات وشرح وتفاصيل وشد زور كما وتشون أكل لما يروج يقدر روسيا رجع هزار حديث بخوين ريت أما هر علمني لبرشي جمد الله ملواني لم الله تي إما مجالسي إملاء حديث وضبط حديث تأسا هندك غريب ليروا أو الراد جانين درسي حديث يا درسي علم سيزورة السرد الكف الإمعان السرد واتبس خير النوى يعني هالزور طبيعية زور اعتيادية ما مستدان يشيد كسك لا مجلسك يا لشان مجلسك بس خير النوى بك هيج عيبي تانية
بس اگر مامۆستا اقراری کردو بێدەنگ بوو يعني او حديثه بو شوازه اخوانريتوا و بو شوازش مامۆستا وريگتو الا مشايخ كانيوا و تنها سردي مجرد علم كمنيه جوري دوام لعلم الكف الكف يعني يعني الفك عفوا ويسمو ظلم الفك يعني بس كذ نوع عباره وكو اي كما مست عندك تعليقاتي موجزي اداو اروش ببي تفاصيل وببي شرح تلك او حديثان زور هلا قدي جوري سيام الامعان وتب التفصيل لسرها مو بابتكان لسر بابي لغه لسر بابي علوم ميتير فوائد حديثي وجمع لبين حديث وانا بتفصيل بحديث وبتابت بإسناد ومجالس إقراء وإملاء وأنا بحديث زور كم بتوا أما أبيت إحياء كردنوي زندو كردنوي مجالس قراءة حديث يك يقلو السوداني تري روناكي رخسارة كان أو كسانيك اهتمام وقرنجي بحديث الدن بنص حديث في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم كم دقيقة دقيقة ما باشا من يقدو فائدة هنا فائدة كان فائدة ها فائدة زوري تيا باشا يكيك لو أنا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي نظر الله امرأة كم تنحزناك مختاري جوان به رسول الله دعاي بوكدون لمجلس حديث دانش رخصار جوان به والله صد لصد باورم بيتي نظر الله امرأة سمع مقالتي فبلغها فوعاها فبلغها باشا